برضو من المدربين اللي ليهم بقى تاريخ كبير ان شاء الله في الكرة المصرية. هدف تخليص الفارق للكابتن محمد عبد الله. حركة لسه أول مرة تشوفها في ملاعب مونتي. سلام يا مونتي. سلام يا مونتي. عمل الشفرة بتاعته. كابتن مدحت وسلامة يحيى قلب الأسد هيعدي. يا سلام يا كابتن مدحت يا عبد الهادي. ايه بالتبديل دي اللي جابها في الحضري في الماتش بتاع 2-2. لصالح الفريق الابيض في الشباك فريق الكابتن جمال حمزه الفريق الازرق.